بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 12. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يستنكف ولا يمتنع من أن يضرب الأمثال التي توضح الحق وتبطل الباطل، وضرب الأمثال معناه تشبيه شيء معلوم بشيء مجهول من أجل أن يتضح ذلك المجهول بقياسه على ذلك الشيء المعلوم. فالمثل يقرب المعنى، يقرب المعنى ويوضحه ويبينه، وهذا من أعظم المقاصد في القرآن الكريم. والأمثال في القرآن الكريم كثيرة ضربها الله سبحانه وتعالى ونوعها بيانا للحق وفضحا للباطل. ومن ذلك ما ذكره في هذه السورة العظيمة سورة البقرة، فإن الله ضرب مثلين قبل هذه الآية. المثل الأول قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. الآية الآيتين. والمثل الثاني قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وقد تقدم الكلام على معنى هذه الآيات. قال بعض المفسرين لما ذكر الله هذين المثلين استغرب المنافقون ومن في قلبه مرض والمعترضون على القرآن، فقالوا: إن الله لا يليق به أن يضرب الأمثال، إن الله لا يليق به أن يضرب هذه الأمثال. فرد الله عليهم بهذه الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فهذا لا ينقص في حق الله سبحانه وتعالى وعظمته، لأنه بيان للحق، والله جل وعلا لا يستحيي من الحق. الله جل وعلا لا يستحيي من الحق. ففي هذه الآية رد على هؤلاء الذين اعترضوا
على ضرب هذين المثلين للمنافقين. وقيل إنه لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وكذلك لما ضرب الله المثل في سورة العنكبوت فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فعند ذلك قال المعترضون من الكفار والمشركين والمنافقين الله لا يليق به أن يضرب المثل بالذباب أو يضرب المثل بالعنكبوت، الله أعظم وأجل من ذلك كما يقولون. فاعتبروا هذا القرآن ليس من كلام الله، لأنه لو كان من كلام الله ما جاء به، ما جاءت فيه هذه الأمثال التي ينزهون الله عنها بزعمهم. فأنزل الله هذه الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل يتضح به الحق، بعوضة هذه أصغر المخلوقات، فما فوقها، ما فوقها فيه قولان لأهل العلم، ما فوقها يعني ما دونها في الصغر، ما فوقها في الصغر، وقيل ما فوقها ما هو أكبر منها. وعلى كل حال فهذه الآية فيها رد على من اعترض على الله سبحانه وتعالى في ضربه الأمثال في القرآن، فأراد أن يشكك في هذا القرآن وأنه ليس من عند الله عز وجل، فالله رد عليهم وقال إن الله جل وعلا لا يمتنع ولا يستنكف أن يضرب المثل مهما كان للبعوضة وما دونها أو ما هو أكبر منها لأجل بيان الحق ورد الباطل، ولا يقدح ذلك في عظمته سبحانه وتعالى. ولا ينقص من توحيده سبحانه وتعالى، ولا يقدح في هذا القرآن الكريم، بل هذا يدل على عظمة هذا القرآن الكريم وهدايته للناس. فضرب الأمثال قسم من علوم القرآن كما ذكر علماء التفسير وعلماء أصول التفسير، ذكروا من أعظم علوم القرآن ضرب الأمثال فيه. وقد قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالمون لما فهموا معاني هذه الأمثال والمراد منها زادت عظمة القرآن في أنفسهم وعظمة الله جل وعلا في أنفسهم، لأن هذه الأمثال فيها سر عجيب وفيها معنى جليل لمن تأملها. ولهذا قال وما يعقلها إلا العالمون، يعني ما يفهمها، يعقلها يفهمها
ويفهم المقصود منها إلا أهل العلم. أما أهل الجهل والضلال فهؤلاء لا يفهمون منها شيئا، تمر عليهم ولا يفهمون منها شيئا. ولهذا كان بعض السلف إذا قرأ الآية التي فيها ضرب مثل ولم يفهمها بكى وقال الله جل وعلا يقول وما يعقلها إلا العالمون، فأنا إذن لست من العالمين لأنني لم أفهم معنى هذا المثل. وقال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ففي ضرب الأمثال في القرآن حكمة عظيمة ومعنى جليل وإيضاح للحق. ولنذكر نماذج مما ضربه الله من الأمثال في القرآن. سبق في هذه السورة أن الله ضرب مثلين لحال المنافقين، مثل ناري ومثل مائي. مثل الناري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فضرب المثل بالنار لأنها أصل النور. والمثل المائي في قوله أو كصيب، والصيب هو المطر من السماء، لأن الماء فيه حياة الناس وحياة الأشجار والنباتات، فالنار مادة النور والماء مادة الحياة. فلذلك ضرب الله هذين المثلين النار والماء لأحوال المنافقين. وكذلك في قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبه الله حالة الكفار حينما يتلى عليهم القرآن ولا يلتفتون إليه ولا يتفهمون المقصود منه، وأنه مجرد صوت يسمعونه لكن لا يتفقهون فيه ولا يطلبون الفقه من معاني ما يسمعون. فهم مثل الراعي الذي ينعق بالرعية من الإبل. الإبل تتبع صوت الراعي لكنها لا تفهم معناه، إنما تتبع الصوت فقط ولا تفهم ماذا يقول الراعي. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. فهذا شبه الله حالة الكفار مع القرآن بحالة الأنعام مع صوت الراعي، تسمعه ولا تفهم معناه. كذلك الكفار يسمعون القرآن ولا يفهمون معناه ولا ينتفعون به. فشبههم بالأنعام والعياذ بالله. كما شبه الله آكل الربا بالمصروع الذي فيه صرع من الجن. ومثل قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالمرابي يتضخم الربا في بطنه فيثقل ولا يقدر على القيام.
مثل المصروع الذي أصابه الصرع يريد أن يقوم فيسقط، يريد أن يقوم فيسقط. وهذه حالة المرابين يوم القيامة حينما يمشوا، حينما يحشر الناس أو يساقون إلى المحشر يمشون سراعا إلا المرابي، فإنه يقوم ويسقط ويقوم ويسقط بسبب أن الربا تضخم في بطنه والعياذ بالله فأثقله، فلم يستطع المشي مع الناس، فضيحة له وعذابا له. الناس يمشون مسرعين وهو يقوم ويسقط، هذه حالة المرابي يوم القيامة. مثل حالة المصروع في الدنيا الذي به مس من الجن من أجل التنفير من الربا، فهذا مثل عظيم لمن تدبره وعقله. وكذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمنين المتصدقين الذين يريدون بصدقاتهم وجه الله، ومثلا للمتصدقين المرائين الذين يريدون بصدقاتهم مدح الناس وثناء الناس ولا يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، بهذا الشرط في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حبة واحدة من الحنطة أو من الشعير أو من أي نوع من أنواع المبذورات، حبة واحدة تلقى في الأرض وتسقى ثم تنبت ويخرج منها 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم المجموع؟ 7 في 100 700، الحبة الواحدة تصير 700 حبة. هكذا الصدقة يضاعفها الله جل وعلا، يضاعفها الله أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وضرب مثلا للمرائين الذين ينفقون أموالهم، هم ينفقون أموالهم مثل ما ينفق المؤمنون أموالهم، لكن نيتهم قبيحة لم تكن لله عز وجل. يظهر للناس أنهم محسنون لكنهم في الباطن غير محسنين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. كالذي ينفق ماله، هذا مثل يعني مثل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان، الصفوان هي الصخرة الصلبة التي لا تنبت، يكون عليها تراب مجتمع فيظنها الناس أرض صالحة للزراعة، يظنونها صالحة للزراعة، ما يدرون أنها التراب تحته صفوان صلب
يمنع النبات كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل يعني مطر فتركه صلدا أزاح التراب وظهرت الصخرة الصلبة التي لا تنبت ولا تصلح للزراعة. كذلك المنافق إذا جاء الابتلاء والامتحان مثل الصخرة إذا جاءها الوابل كشفها ووضحها. كذلك المنافق إذا جاء الابتلاء والامتحان كشف حقيقته وبين نفاقه وصرح بما عنده من النفاق. أما قبل ذلك فالناس يظنونه مؤمن مثل التراب الذي على الصفوان يظنون أنها أرض ترابية صالحة للزراعة. لكن إذا جاء الاختبار والكشف اتضحت الأمور كمثل صفوان عليه تراب. قارنوا هذا بالآية التي سمعتم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل حبة زرعت في أرض طيبة صالحة للزراعة. وهذا مثل المؤمن مثل قلب المؤمن هذا مثل قلب المؤمن بهذه الزراعة التي كانت في تراب على صخرة فلما جاء المطر أزاح التراب فانكشفت الصخرة ولم تنبت شيئا. لاحظوا دقة الأمثلة في القرآن العظيم. ما ضربت هذه الأمثلة عبثا ما ضربت إلا لأسرار عظيمة. وكذلك ضرب الله أمثالا كثيرة في القرآن مثل قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثال لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ضرب الله مثلها بالشجرة الطيبة وهي النخلة النخلة الراسية في الأرض الممتدة في السماء يعني في العلو فهي راسخة أصلها يعني جذعها راسخ في الأرض وفرعها في السماء يعني في العلو مرتفع تؤتي أكلها كل حين بإذن رب. كذلك كلمة التوحيد. وقيل هذا مثل للمؤمن ضربه الله مثلا للمؤمن وما يرتفع له من الأعمال الصالحة وما يرتفع له من الأعمال الصالحة مثل الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن رب. فالمؤمن دائما يصعد له عمل صالح إلى الله عز وجل فهو مثل الشجرة الطيبة. ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الشرك كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لأن الشرك ما له أصل الشرك باطل ما له أصل خلاف التوحيد فإن أصله ثابت في القلوب راسخ في الإيمان. إذا جاءت الأعاصير وجاءت الرياح تثبت هذه الشجرة لأنها راسخة أصلها ثابت ما تؤثر فيها الأعاصير ولا تؤثر فيها الرياح لثبات أصلها بخلاف الشجرة الخبيثة فهي ليس لها أصل أي شيء أي حركة تلقيها على وجه الأرض لأن ما لها أصل الراسخ. كذلك كلمة الشرك أو المشرك هذا مثله مثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض
ما لها من قرار. ثم قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا المثال الأول. ويضل الله الظالمين، هذا المثال الثاني، أهل الشرك وأهل النفاق. وهذا عندما يسألون في القبور، إذا وضعوا في القبور وجاءهم الملكان وسألوا المؤمن، المؤمن يجيب بالجواب الصحيح: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق والمرتاب فإنه لا يستطيع الجواب، يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أنا مجرد مقلد، ولا ما أفهم ما أقول ولا أعقل ما أقول، مجرد أني أعيش مع الناس فقط، فقلت ما يقولون مجاملة من أجل العيش معهم، ولم أفكر في معناه ولم أطلب فقهه ولم. هذه النتيجة والعاقبة والعياذ بالله. هذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن وللموحد، أو ضربه لكلمة التوحيد وكلمة الشرك. وكذلك أعمال الكفار، أعمال الكفار ضرب الله لها المثل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الكافر قد يعمل الأعمال التي هي في رأي الناس أنها طيبة، ينفق المال ويتصدق ويصل رحمه وإلى آخره، وقد يصلي ويصوم ويحج، وهو منافق ولا مشرك، عنده شرك، فهذا أعماله تذهب هباء لأنها لم تبنى على أصل. أعمالهم كسراب بقيعة، السراب هو شعاع الشمس إذا نزل على القاع في وقت الظهيرة يشكل منظرا كأنه ماء، ينعكس شعاع الشمس على القاع من الأرض ويصير له لمعان كلمعان الماء، فالذي يراه من بعيد يقول هذا وادي يمشي أو هذا نهر يمشي، وهو عطشان يبي ماء، يروح لمه فيفرح، يروح لمه، وإذا وصله إلى ما في شيء ما له حقيقة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. كذلك أعمال الكفار والعياذ بالله. وفي الآية الأخرى: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يعملون أعمال، دل على أنهم يعملون أعمالا ظاهرها أنها صالحة وأنها مفيدة فيما يظهر للناس، ولكن لم تبنى على نية صالحة وعلى عقيدة صحيحة صارت هباء منثورا، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا مثل لعمل الكافر، وإن تراءى للناس أنه عمل جيد وأنه صالح، لكن لما لم يكن صادرا عن عقيدة صحيحة وعن توحيد وإخلاص لله صار يوم القيامة كالرماد الذي تهب به الريح، وكالسراب الذي يكون في القيعان وقت الظهيرة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وكذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا، ضرب الله جل وعلا مثلا للمؤمن والموحد، مثلا للموحد والمشرك، مثلا للموحد والمشرك،
فقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. المشرك له عدة آلهة، يعبد أصناما كثيرة ولا يدري ماذا يرضي منها، مثل المملوك، مثل المملوك الذي له أسياد كثيرون يملكونه، كل واحد يبيه يجي على هواه، كل واحد له رغبة تخالف رغبة الآخر، فيصبح هذا المملوك المسكين مزعزع بين هؤلاء الشركاء، لا يدري من يرضي منه. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه رجل واحد، يعرف مطلوبه ويعرف هواه، فهو في راحة معه، ما فيه نزاع ولا فيه شقاق ولا فيه تعب، هو رجل مملوك لرجل واحد. كذلك الموحد هو عبد لرب واحد، لرب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، يقوم بطاعته ويجتنب معصيته، وطريقه واضح، ما فيه نزاع ولا فيه خصومات ولا فيه إشكال. ورجلا سلما لرجل، يعني مثل المملوك الذي يملكه مالك واحد، لا، هذا مثل للمشرك والموحد. ولهذا يقول جل وعلا: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا استفهام إنكار، لا يستوي هذا وهذا. وهذا أيضا مثل ضربه الله للشرك والتوحيد. وضرب الله مثلا للشرك وبطلانه في قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الموحد هذا في السماء، مرتفع المكانة، سامي المكانة عند الله سبحانه وتعالى. وأما المشرك فإنه يسقط من العلو، مثل الذي يسقط من العلو، يسقط من العلو، لما أشرك بالله سقط، سقط من الارتفاع الذي فيه أهل التوحيد والسمو الذي فيه أهل التوحيد والمكانة المرتفعة العالية التي فيها أهل التوحيد. المشرك لما أشرك بالله سقط، سقط من مرتفع بعيد الارتفاع، ماذا تكون حاله؟ هي حالة السقوط والعياذ بالله. إما أن تعترضه جوارح الطير فتمزق لحمه وتأكله في الهواء، وإما أن يسلم من الجوارح لكن الريح، الريح تحمله وترمي به في مكان بعيد عن، بعيد عن الناس وبعيد عن الأنس، تلقيه في مكان خال موحش ما فيه ماء ولا فيه شراب ولا فيه شيء. كذلك المشرك هو عرضة، هو عرضة لهذه الأشياء وهذه الأهواء وهذه المناهج وهذه المذاهب التي تقطعه وتشتته وتهلكه في النهاية. فهذا مثل للمؤمن ومثل للموحد. المؤمن في علو وارتفاع وسمو عند الله جل وعلا بتوحيده وإخلاصه، والمشرك ساقط، ساقط من العلو، ساقط من التوحيد، معرض لكل هلاك ولكل ضلال. وهذه حالة المشركين والعياذ بالله، معرضون لكل بلاء ولكل هلاك ولكل هوى ولكل شيطان يتنازعهم، كل بلاء. هل يستوي هذا وهذا؟ ثم في آخر السورة
ضرب الله مثلا لبطلان الشرك فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. جميع الأصنام وجميع المعبودات من دون الله كلها لا تستطيع أن تخلق الذباب، فكيف تعبد من دون الله وهي لا تستطيع أن تخلق الذباب الذي هو أصغر شيء وأحقر شيء؟ ذباب، ما طلب منهم يخلقون جبل ولا يخلقون بلد ولا يخلقون إبل أو بقر أو غنم أو أوادم آدميين؟ ذباب أقل شيء، تعجيز، هذا تعجيز من الله جل وعلا لآلهة المشركين. إذا كانت لا تستطيع أن تخلق الذباب فكيف تعبد مع الخالق الذي هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ الله خالق كل شيء، الخلاق العليم الذي لا يعجزه شيء، كيف يقاس هذا بهذا؟ فهذا مثل واضح لبطلان الشرك، وأنه لا مستند له ولا أصل له ولا فرع. لن يخلقوا، ألاحظوا كلمة لن يخلقوا، هذا للمستقبل إلى يوم القيامة، التعجيز مفتوح إلى يوم القيامة. أي مشرك يدعو غير الله يقال له خل هل تعبد، خله يخلق ذباب، ترى ما هو هذا شيء مضى وانتهى، هذا قائم إلى يوم القيامة. كل هل يعبدون المعبودات والأصنام والتماثيل والأولياء والصالحين والقبور والأشجار والأحجار كلهم موجه إليهم هذا المثل. فما داموا أنهم لا يقدرون على خلق الذباب فكيف يصلحون للعبادة؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء. أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ ما يستطيع المشركون أن يقولوا إن معبوداتهم خلقت ولو ذبابا، ولا يستطيعون هذا في المستقبل، حتى في زمان تقدم الصناعة الآن، تقدم الصناعة الآن وتفنن الصناعة، ما يستطيع صناع العالم ومهرة العالم وأطباء العالم أن يخلقوا ذبابا. يخلقون طيارة، يصنعون طيارة، يركبون بعضها ببعض، طائرة تحمل الركاب، هذه صناعة، هذه صناعة، هذه ممكنة يتعلمها الإنسان ويعرفها. الله هو الذي سخرها لنا، وهو الذي ألهمنا أن نستعملها وأن نستخدمها رحمة بنا سبحانه وتعالى. وهو يخلق، يمكن يصنع طيارة، يصنع باخرة كبر البلد، لكن الخلق خله يخلق ذباب، ما يستطيع يخلق ذباب، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالعبادة إنما يستحقها الخالق سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعون. ثم قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا، الذباب اللي أصغر أضعف شيء، لو يجي ويأخذ منها الصنم الذي يعبد، لو يأخذ منه شيء من ما يوضع عليه، من يضعه المشركون عليه من الطيب أو من الذهب، أو لأنهم يضعون على هذه المعبودات أشياء من الحلي ومن الذهب ومن الطيب والبخور، لو جاء الذباب وأخذ مما عليها شيئا يسيرا، هل تستطيع هذه الأصنام أن تأخذ ما أخذه الذباب وتسترد ما أخذه الذباب؟ ما تستطيع أن تنتصر لنفسها من الذباب، من الذباب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم، ضعف الطالب الذي هو المشرك والمطلوب الذي هو المعبود من دون الله عز وجل.
ذباب أعجز الجميع. فهذا من أعظم الأمثلة على بطلان الشرك بالله عز وجل. يمكن يقولون إن ما نقول إنها تخلق، إن ما نقول إن معبوداتنا تخلق مع الله، الله هو الخالق وحده ونحن نعترف بذلك، هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، نحن نعتقد هذا. لكن هؤلاء عباد صالحون ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، نتخذهم وسائط، فنحن نعبدهم من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى، ولا نحن نعلم أنهم ما يخلقون ولا يرزقون، لكن لأنهم عباد صالحون لهم منزلة عند الله نريد منهم أن يقربونا، يشفعوا لنا إلى الله، توسطون لنا عند الله، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويعكفون عندهم، يصرفون لهم العبادات وهم يعترفون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون من الأمر شيء، وإنما يريدون منهم الوساطة عند الله جل وعلا. أبطل الله هذا بالمثل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول جل وعلا أنتم تقولون نحن نشرك مع الله عبدا من عبيده، نشرك مع الله عبدا من عبيده ليقربنا إليه، هل ترضون هذا لأنفسكم أن عبدا من عبيدكم يشارككم في ملككم وفي أموالكم؟ هل هناك واحد في الدنيا له عبد مملوك يرضى أن هذا العبد المملوك يكون شريكا له في ملكه وفي ماله؟ ما يرضى هذا، يأنف من هذا. هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ إذا كنتم لا ترضون هذا أن يشارككم عبيدكم، فكيف ترضون لله أن يشاركه عبد من عبيده في العبادة؟ أليس هذا فيه إبطال واضح للشرك والرد على المشركين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل سبحانه بالمثال، أبطل هذه الدعوة، وأن الشرك بالله لا يجوز بأي وسيلة وبأي شبه. العبادة خاصة لله جل وعلا، ولا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين، لا يرضى سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ضرب هذه الأمثال للعبرة والعظة. فقوله جل وعلا لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، كذلك الله جل وعلا ذكر ضعف آلهة المشركين وأنها لا تنفع ولا تضر، مثل العنكبوت التي تتخذ بيتا تنسجه وهو لا يقيها من الحر ولا من البرد ولا يسترها عن الناس. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي معبودات كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فهذه الآلهة التي يعبدها المشركون مثل بيت العنكبوت، ما تدفع عن العنكبوت لا بردا ولا حرا ولا تظلها من الشمس ولا تسترها عن الناس، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. كذلك أوهن المعبودات ما عبد من دون الله عز وجل، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذه أمثلة واضحة في بطلان الشرك والرد على المشركين، فدل على عظمة هذه الأمثال التي ضربها الله جل وعلا في القرآن، وأنها تحمل معاني عظيمة وتقرر التوحيد بأوضح برهان،
وترد على المشركين بأوضح برهان. لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل يتضح به الحق، سواء كان المضروب به كبيرا أو صغيرا، بعوضة فما فوقه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. المؤمنون يعلمون إن هالأمثال ما ضربت عبثا، وأنها تدل على معان عظيمة، فترسخ الإيمان في قلوبهم وتزيد الإيمان في قلوبهم، وتدفع عنهم الشبهات والضلالات. هذه الأمثال عظيمة، فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل، يقولون وش الفائدة من ضرب المثل بالذباب، وش الفائدة من ضرب المثل بالعنكبوت، وش الفائدة من ضرب المثل بالعبد المملوك. هكذا يقولون، لأنهم ما يفهمون ولا يعقلون عن الله شيئا، فلا تنفعهم هذه الأمثال. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل، هذا استنكار منهم. ثم قال جل وعلا يضل به كثيرا، يعني يضل بالقرآن كثيرا. القرآن هدى، ولكن من لا ينتفع به فإنه يضل، لأنه يعرض عن القرآن فيضل، وقد يأخذ المتشابه من القرآن فيضل. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، فقد يزيده المتشابه ضلالا، وهو يزعم أنه يستدل بالقرآن، وهو أخذ طرف وترك الطرف الثاني. ويضل به كثيرا ويهدي به، يعني القرآن كثيرا. هذا العجيب، أنه شيء واحد يحصل به ضلال لكثير من الناس، ويحصل به هدى لكثير من الناس. كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالذي لا ينتفع بالقرآن ولا يتدبر القرآن ما ينفعه القرآن، يظل والقرآن بين يديه، وقد يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويرتل، ولكنه ما يستفيد شيء. وقد ضرب الله مثلا لهذا بالحمار يحمل أسفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار يحمل أسفار التوراة، فيها الخير وفيها الهداية، ولكنه ما يستفيد منها، وإنما يستفيد التعب بحملها. كذلك هذا الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن أو يسمع القرآن لكنه لا يتدبره ولا يستفيد منه، هذا مثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم. هذا مثل لعلماء السوء والعياذ بالله. وضرب الله مثلا آخر، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، هذا السبب، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الذي انسلخ من القرآن وطلب الدنيا وطلب اللذة العاجلة، هذا مثل الكلب دائما يلهث، إن طردته هو يلهث، وإن كان رابضا في محل بارد وظل فهو يلهث دائما. كذلك هذا الشخص يلهث وراء الدنيا دائما ولا يشبع منها، مثل الكلب دائما يلهث ولا يستفيد شيئا، نسأل الله العافية. كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، أي تطرده أو تتركه وادعا في ظل وفي محل بارد يلهث، كله سواء. فكذلك هذا المنسلخ من القرآن الذي لا يعمل به ويجري وراء الدنيا والشهوات مثل الكلب، ما دائما يلهث وراء الدنيا، نسأل الله العافية. وما يضل به إلا الفاسقين، لاحظوا هذا، القرآن هداية
لكن الفاسق الخارج عن طاعة الله المنافق والمشرك والكافر، الفاسق معناه الخارج عن طاعة الله، هذا يظله الله بالقرآن، يظله الله بالقرآن، لأنه يعارض القرآن ولا يؤمن به ولا يتدبره، فيكون القرآن سببا في إضلاله والعياذ بالله، بسبب أنه أعرض عنه، كما قال جل وعلا: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآيات. فالقرآن يكون سببا لهداية من أقبل عليه وتدبره وعقله، ويكون سببا لهلاك من أعرض عنه ولم يتدبره ولم يلتفت إلى ما فيه، لأنه قامت به عليه الحجة ولم يستفد منه شيئا، نسأل الله العافية والسلام. الذين ينقضون عهد الله، من هم الفاسقون؟ بينهم الله في الآية التي بعدها، الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، العهد الذي بينك وبين الله، أنت معاهد لله أنك تعبده ولا تشرك به شيئا، فإذا أشركت بالله شيئا فقد نقضت العهد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فالعهد الذي بين الله وبين العباد هو عبادته وحده لا شريك له، وهو حقه عليهم سبحانه. وكذلك العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، يجب عليك السمع والطاعة له بالمعروف، ولا تنقض العهد الذي بينك وبين ولي أمر المسلمين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا عصيت ولي أمر المسلمين فإنك تكون نقضت العهد الذي بينك وبينه، لأنك معاهده على السمع والطاعة، أليس كذلك؟ ولو بلزوم أنك تعاهده أنت، إذا عاهده أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم، يلزمك العهد الذي عقده هو أهل الحل والعقد من المسلمين، أهل العلم وأهل الرأي، إذا بايعوا إماما من أئمة المسلمين فبقية المؤمنين تبع لهم، المسلمون يد واحدة، هو لازم أن كل واحد يبايع، يدخل بعضهم في بيعة بعض، لأنهم كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد، ويسعى بذمتهم أدناهم كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك العهد الذي بينك وبين الناس، الصدق في المعاملة والصدق في الحديث، وأن لا تخدع الناس ولا تكذب عليهم ولا تتحيل على أكل أموالهم، بينك وبينهم عهد بالوفاء، ينقضون عهد الله الذي بينهم وبين الله، الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بينهم وبين ولاة الأمور، الذي بينهم وبين عامة المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم طاعتهم بالمعروف والصبر معهم على السر والضر والشدة والرخاء والمنشط والمكره. وكذلك العهد الذي بينك وبين المسلمين في المعاملات وفي العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حتى العقود التي مع الكفار يجب الوفاء بها، ولا تجوز الخيانة ولا حتى مع الكفار، إذا أبرمت معهم عهدا أو عقدا من العقود، صفقة من الصفقات، وجب عليك الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله جل وعلا أمر ببر الوالدين،
أمر بصلة الرحم، أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن قطع هذه الأوامر فقد قطع الذي أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن يوصل من البر بالوالدين والبر والصلة الأرحام والرحمة بالفقراء والمساكين واليتامى والجار، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذا كله مما أمر الله به أن يوصل، فمن أخل به فإنه يكون قد قطع ما أمر الله به أن يوصل. ويفسدون في الأرض، كيف يفسدون في الأرض؟ ما معنى يفسدون في الأرض؟ بالكفر والمعاصي، لأن صلاح الأرض بالطاعة والتوحيد، تصلح الأرض بالتوحيد والطاعة، وتفسد بالمعاصي والمنكرات. فأهل المعاصي وأهل اللهو واللعب وأهل الإعراض عن طاعة الله، هؤلاء يفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض. ثم قال جل وعلا: أولئك، هذا حصر، أولئك هم الخاسرون، من اتصفوا بهذه الصفات فهم الخاسرون، خسرانا ليس بعده ربح. نسأل الله العافية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الأسئلة. نعم، إن كان في وقت. ما في أحد يقرأ الأسئلة؟ أنت تقرأ، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في سورة يوسف ورد قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فما المقصود ببرهان ربه الذي رآه يوسف عليه السلام؟ برهان ربه الإيمان، الإيمان الذي جعله الله في قلبه، منعه من أن يقع في الفاحشة، منعه أن يقع في الفاحشة. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فالله عصمه بسبب أنه مخلص لله عز وجل في حالة الرخاء، ومن أخلص لله وعرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلما كان يوسف عليه السلام كان مع ربه عز وجل دائما وأبدا، كان مع ربه عز وجل دائما وأبدا في طاعته، لما وقع في الشدة أنقذه الله منه ومنعه من الوقوع، لأن الإنسان بشر، لولا عصمة الله جل وعلا الإنسان بشر، والله جل وعلا يعصم عباده المؤمنين بسبب إيمانهم. نعم. يقول السائل: أتيت من خارج مكة المكرمة وأديت العمرة والحمد لله، وأنا الآن أقيم في مكة المكرمة وقد أديت عمرة وأريد عمرة ثانية، هل يكفي أن أحرم من حيث أقيم الآن داخل مكة المكرمة، أم لا بد من الذهاب والإحرام من مسجد التنعيم، علما بأني قضيت في مكة حتى الآن 5 أيام؟ العمرة لا يحرم بها من مكة، ما يحرم بها من داخل الأميال، أميال الحرم، بل يخرج للحل ويحرم بها من الحل، إما من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة، خارج حدود الحرم يحرم بها من خارج حدود الحرم، ولا يحرم بها من مكة. نعم. تقول السائلة: أنا امرأة تمرت مع بناتي، ولكن نسينا أن نقص شعرنا، وذلك بعد وذكرنا ذلك
بعد تحليلنا من الإحرام فقصرنا واغتسلنا مرة ثانية هل علينا شيء؟ لا شيء عليكم، إذا قصرتم حصل المطلوب ولو تأخر عن السعي، إذا قصرتم كملت العمرة. نعم. يقول السائل: رجل شاهد ابنته تفعل جريمة الزنا فقتلها غيرة منه على محارمه، ما حكم الشرع في هذا؟ على كل حال حصل ما حصل، والله يعفو عنا وعنه. نعم.